المرة هذه حبينا نعملو كب كيك وشوكولا، وعلى خطر سهل ما ينجم يرتيح حتى حد. جيت حاجة عالكيف. غرام سكر وشوية إكستخيت فاني ونخلطو بالقدا. اون فوا الخليط ولا أوموجين وفلويد كيما هكا، نزيدو 100 مليليتر زيت نباتي، 100 مليليتر حليب و 50 غرام شوكولا اون بودر، ونركضوهم لمدة 10 دقائق. أوتخ طون نذوبو 50 غرام شوكولا نوار باش نزيدوها للخليط نتاعنا. هوني حطينا 100 غرام فارينة وساشي خميرة متاع بشكوتو وسكر فاني، وفي ليتاب هذي توا العمدة الكل عالتخليط. زدنا دي بيبي دو شوكولا للخليط نتاعنا خاطرهم يزيدوا شطر في الكب كيك. توا نملاو لي كاسات نتاعنا للنص، وندخلوهم للفور لمدة 20 دقيقة على 180 درجة. احنا هوني زينا بالكريم شانتيه ورشينا شوكولا اون بودر، وانتي تنجم تتفنن وتزين كيما تحب. كالعادة استنيونا في دي روسيت اخرين، وصحة وبالشفاء.